وايضا النهارده واحنا بنتكلم عن اللي حصل على المنتخب، شركه استادات هنت كابتن ضياء السيد وكابتن عصام الحضري، لانهم كان ليهم او كان كابتن ضياء السيد وكابتن عصام الحضري مشرفين على الاكاديميات في نادي سيتي سيتي كلاب التابع لشركه استادات، وبالتالي كانت هناك تهنئه ايضا من شركه استادات لكابتن ضياء سيد وكابتن عصام الحضري خارجين من نادي سيتي. عموما كل الامنيات الطيبه للمنتخب الوطني خلال الفتره القادمه بتقديم اللي احنا عايزينه كله من الماتشين اللي جايين، ربنا يكرمنا فيهم. وان شاء الله اللي انا سمعته عن كارلوس كيروش كمان كان هو رجل منظم ورجل واضح جدا وعنده امور جيده جدا هيقدر يعملها مع المنتخب الوطني، كل التوفيق. والحقيقه بنهنئ اللجنه الثلاثيه على هذا الاختيار وعلى التكتم الحقيقه اللي كان متواجد خلال اليومين ثلاثه اللي فاتوا.